كده البي دي اف ظاهر قدامك يا احمد تمام أيوة. طيب هنكمل الوحده بتاعتنا الوحده كانت بتتكلم عن وصف الحي السكني وخطوط السير والاماكن الموجوده في المدينه اشهر الاماكن في المدينه زي المحطه زي المستشفى وإزاي أتحرك في الشارع إزاي أقول إن أنا هروح هعدي الطريق إزاي أقول إن أنا هركب أتوبيس إزاي أقول إن أنا هركب قطار أو هركب سيارة وهكذا هناخد النهاردة أشهر الأماكن في المدينة زي إيه مثلا عندي أول حاجة خلينا نبدأ من الشمال لليمين يعني مثلا الإستاد وستاد او او كلوب في الاستاد او في النادي بعمل ايه فير دو سبورت بمارس الرياضة طيب او كافيه في المقهى بروندر ام بوازون بتناول مشروب طيب او سوبر كافيه في مقهى الانترنت اللي هو زي السايبر كده فاهم انت؟ اورستوي نعمل جوير اد جو فيديو ليه بلعب العاب الفيديو طيب او سينما في السينما اوغاردر ان فيلم بشوف او بتفرج على فيلم طيب في حديقه الحيوان او زووار دي زانيمون. بشوف الحيوانات طيب او بارك في المتنزه او في الحديقه فير ايم برومونات يعني بعمل نزهه بتنزه يعني او ميوزي في المتحف فوار دي زوفر دارت بشوف اعمال الفنانين طيب او ريستورون في المطعم بروندر ان روبون بتناول الوجبة على باتيسيري في محل الحلواني أشتري دي جاتو بشتري جاتو في المستشفى فوار أم ديسان بشوف الطبيب ألا بيسين في حمام السباحة ناجير أو دو دولاناتاسيون بسبح أو بمارس السباحة طيب على على بات في ساحه التزلج بعمل ايه في دو بان اكلاس بتزلج على الجليد على جار في المحطه اللي هي محطه القطار غوندر لو تران بركب قطر طيب على فارماسي في الصيدليه اشتير دي ميديكامو بشتري ادويه

بوندور لافيون بركب الطائرة على بوست الشوتي دي تيمبر بشتري طوابع طيب يلا نحل شوية على ال على الكلمات دي جاهز تحل ولا نخلي الحل على الكلمات لما تحفظها هي يعني على الكلمات دي اللي احنا لسه قارئينها لا عادي ما فيهاش حاجة يعني تمام يلا اكتيفيتي إيه. او فاتو بور اين تذهب الى من اجل هتروحين فين عشان تعمل كذا شوزي لا بون ريبونس اختار الاجابه الصحيحه فيغ دو ادلاس عشان تمارس التزلج على الجليد هتروح فين ايه هتبقى على باتنوار برافو على باتنوار لحظه À la patinoire. Toi, regarder un film. Euh, regarder un film. À, au cinéma. Au cinéma, bravo. À voir des œuvres d'art. Euh, au, euh, au musée. Et au musée, bravo. Toi, voir des animaux. Euh, au zoo. Bravo. Faire de la natation. Euh, à la piscine. À la piscine. Acheter du bain. Euh, à, euh, à la boulangerie. Bravo. Bravo. À la boulangerie. Euh, acheter des médicaments. Euh, à la pharmacie. Bravo. لير ام بي دي دي البي دي ده اختصار اللي هي الكتب المصوره او القصص المصوره زي زي اسمها ايه عارف كتيبات ميكي وميكي دي للصغيره آه آه. ميكي وحاجه هي حاجات زي كده هتبقى آه. آه. خلي بالك هو بيقول أيوه. لك مش اشطير في فرق لير هقرأ ايوه هقرأ فين بقى المكتبة لكن الببليوتيك تبقى للشراء العكس العكس امم انا يبقى هي على هشتري à la bibliothèque. Bravo. Activité 2. Choisissez la bonne réponse. Numéro 1. Pour voir un médecin, on va à l'hôpital. Bravo. Numéro 2. Pour prendre un coca, on va au café au café bravo pour faire une promenade on va Une uh, promenade ça va ouais ouais promenade et تنزه ah tu au parc au uh, parc bravo ça y est Pour jouer à des jeux vidéo on va euh à cyber café ou cybercafé. Café? Cyber Café. Euh, pour prendre un repas, on va euh, au restaurant. Bravo. Pour acheter des livres, on va acheter mes livres. Euh, à la librairie. Librairie. Hier, je me À la librairie. bien bravo pour étudier euh, pour étudier des matières scolaires on va chaîne de à euh, euh, au lycée. Au lycée. pour acheter des timbres, on va à la, euh, à la poste à la poste bravo طيب في دلوقتي علشان اوصف خط السير عشان اقول لك تمشي ازاي عشان اقول لك اعبر الشارع عشان اقول لك عدي الطريق عشان اقول لك آه خد اول يتاغي عشان اقول الكلام ده كله عشان انصحك تعمل ايه هناخد النهارده حاجه يعني اكتر حاجات اللي انا بحبها يعني الجغامير فاحنا هناخد النهارده حاجه اسمها صيغه الامر عشان نبقى متفقين يعني ايه صيغه الامر هل هي زي المضارع زي المستقبل يعني تعرف تفرق لي ايه الفرق ما بين صيغه الامر وبين المضارع والمستقبل لو عرفت برع... بال... بالفرنساوي بالفرنساوي ولا بالعربي ولا لا بير. عايزك تفهمني لا بالعربي عادي تفهمني يعني إيه سلوس أمر ويعني إيه مضارع مستقبل؟ ما أمر يعني أنا بأمر حد بقول لحد يعمل حاجة، لكن طب مبقر... إيه وجه الشبه أو وجه الاختلاف يعني هل في وجه شبه بينهم ولا لأ ملهمش علاقة ببعض ولا إيه بالظبط؟ و... معلش بس عشان وجه <applause> الشبه في الفرنساوي بقى ولا وجه الشبه عامة في العربي؟ في المعنى عامة في عامة لأ مش في الفرنسية في المعنى عامة يعني لما أقول لك اكتب لي جملة في زمن المبارك، واكتب لي جملة في صيغة الأمر، إيه الفرق؟ لحظة. إيه؟ لحظة لحظة، اكتب إيه لي. <applause> هي رخمة شوية بس أنا حبيت أسألك سؤال رخم يعني. <applause> يعني ولا إيه؟ مش عارف. إيه؟ الضماير؟ لا بصتها فهمت. لما اجي اقول لك اكتب لي جمله في زمن في زمن المضارع او اكتب لي جمله في زمن المستقبل كده انا بتكلم في زمن يعني وقت يعني مده معينه مضارع يعني وقت حالي مستقبل يعني حاجه لسه هتحصل ماضي يعني حاجه حصلت تمام بانواعهم بقى مستقبل قريب بعيد ده دي كلها تبع المستقبل ماضي حديث ماضي بعيد اي ماضي ماضي شرط اي ماضي هو اسمه ماضي يندرج تحت الماضي بكل انواع فدي اسمها زمن فانا كده بحط الجمله في زمن معين بصرف الفيرب في زمن معين طيب لما اجي أقولك لك الجمله في صيغه الامر الصيغه دي طريقه كلام طريقه الكلام يعني انا بتكلم بالامر دي طريقة كلام تمام طب لما اجي اقول لك حطلي الكلام في صيغة استفهام الاستفهام دي طريقة كلام انا بسألك فده استفهام دي طريقة كلام ملهاش دعوة بالزمن ملهاش دعوة بالوقت طب لما اجي اقول حطلي الجملة في صيغة خبرية الصيغة الخبرية دي صيغة كلام دي طريقة كلام انا بعرفك حاجة بخبرك حاجة يبقى متفقين ان صيغه الامر دي طريقه كلام انا بتكلم بطريقه معينه لكن الزمن ده وقت معين انا بتكلم فيه بحط الجمله فيه فانا لما اجي اعمل جمله في صيغه الامر هحطها في زمن معين هعمل طريقه كلام في زمن معين الامر انا هامرك تعمل حاجه فانا بامرك في الوقت الحالي يبقى الامر دايما في في زمن المضارع فهي جمله في زمن المضارع لكن الطريقه بتاعتها امريه لا خبرية ولا استفهامية. واضح كده معايا؟ تمام. تمام. يبقى أنا دلوقتي أعمل إيه علشان أحط الجملة في صيغة الأمر؟ أحط جملة في صيغة الأمر، أنا بالعربي كده لما آجي عايزة أمرك أمر أو أطلب منك طلب أو حاجة، هقول لك مثلاً افتح الكتاب، فأنا الصيغة بتاعتي بالفعل نفسه، أنا بصيغ الفعل بالطريقة اللي أنا عايزاها، بقول لك افتح، اقفل، ذاكر، نام، فأنا بصيغ الفعل، فأنا لما آجي أحط جملة في صيغة الأمر هغير الفيرب، هشكل الفيرب بطريقة معينة يبقى هو كده محطوط في صيغة الأمر، تمام معايا؟ تمام طيب، إيه طيب. الخطوات بقى اللي أنا أعملها عشان أحط الفعل في صيغة الأمر؟ قبل ما أعرف الخطوات هعرف أنا ليه أصلاً بستخدم صيغة الأمر، بستخدم صيغة الأمر لو أنا هطلب منك طلب يعني انا عايزك تعمل لي حاجه فاقول لك مثلا افتح لي افتح لي الازازه مثلا طيب هامرك بحاجه يعني انا مدرسك وبامرك تعمل حاجه يعني اعمل الواجب ده كده امر ده مش طلب ده امر طيب هنصحك نصيحه انا عايزك تعمل حاجه فانا بنصحك مثلا تذاكر بنصحك ان انت تاخد بالك من صحتك بنصحك ان انت تغسل سنانك قبل ما تنام دي نصيحه كل ده بيندرج بيندرج تحت صيغه الامر كل ده صيغه امريه طيب انا بقترح عليك اقتراح يلا نلعب في النادي يلا نسافر يلا نزور صحابنا ده كده اقتراح يلا نعمل كذا ده اقتراح الاقتراح برضو بيندرج تحت الصيغة الأمرية يبقى الصيغة الأمرية إما طلب أو أمر أو نصيحة أو اقتراح تمام كده؟ تمام <applause> يلا بقى هعمل ايه عشان احط الفعل في صيغه الامر اول خطوه بصرف الفعل في المضارع مع ضمائر الفاعل التو والنو والفو يبقى انا بصرف الفعل مع ضمائر الفعل تو او نو او فو بس ولا ضمير تاني التو لو هو كان مفرد الفو لو هو كان جمع لو انا بوجه الكلام بتاعي يعني لمجموعه او علشان احترم حد فانا استخدم الفو انه للاقتراح بس عشان استخدم اقتراح اقترح حاجه انا هقترح حاجه فانا هعمل الحاجه دي معاكم يعني انا بقترح حاجه هنعملها مع بعض فانا ضمن المجموعه طول ما انا ضمن المجموعه او حتى معايا كمان واحد فاحنا اتنين فاحنا كده مجموعه انا ضمنهم يبقى نو تمام تمام طبعا. يبقى انا دلوقتي بصرف دم... ما بصرف الفعل مع ضمائر الفعل التو أو النو أو الفو بس تاني خطوة بنحذف ضمائر الفاعل. يعني أنا هصرف الفعل مع ضمائر الفاعل في زمن المضارع هصرف الفعل مع التو أو النو أو الفو في زمن المضارع بعدين بحذف الضمير بقى ما بسيبش غير الفعل بس بحذف الضمير تو أو نو أو فو على حسب الجملة تالت خطوة لو الفعل مجموعة أولى ففعل المجموعة الأولى بينتهي بأو إر لما أصرفه مع التو النهاية بتاعت التو أو إس بنحذف الإس من نهاية الفعل يبقى لو الفعل مجموعة أولى لما أجي أصرفه مع الضمير تو بحذف منه الإس تمام؟ كذلك verb allure verb allure يعتبر مجموعه اولى بس هو الوحيد الشاذ في المجموعه الاولى بس كذلك لما باجي اصرفه مع التو بيبقى في اس فبحذف الاس من النهايه تمام عندي في افعال في المجموعه الثالثه زي verb اوفرير يعني يفتح كذلك لما باجي اصرفه بحذف منه الاس مع التو وفير أوفرير يعني يعرض كذلك لما باجي أصرفه في صيغة يعني باجي أصرفه في... لصيغة الأمر بحذف منه الإس يبقى أوفرير وأفرير الاتنين مجموعة تالتة لكنهم بيتحذف منهم الإس مع الضمير تو طيب عايزة بقى نشوف الشكل نشوف بشكل عملي إزاي أعمل كده عندي مثلا فيرب تورنير تورنير يعني يتجه أو يلف لما اجي اصرفه في المضارع مع تي او نو او فو بعمل ايه تي تورن نو تورنو فو تورني عايزه احطه بقى في صيغه الامر هعمل ايه قلنا هنحذف الضمير سواء كان تي او فو او نو وبنحذف الاس لو هو مجموعه اولى مع الضمير تو يبقى الفيرب هيكون ايه بدل مكان بدل مكان كان هيبقى turn تمام 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 طيب وكذلك مع نو تورنو هيبقى تور وكذلك فو تورني هيبقى ترني يبقى لما اجي هحط الفيرب في صيغة الأمر عايز أقولك مثلا اتجه يمين هقولك أدغوات يبقى عندي صيغة الأمر لما آجي أحط الجملة في صيغة الأمر على طول معروفة الجملة في صيغة الأمر مبدؤة بفعل الجملة في صيغة الأمر مبدؤة بفعل ومحذوف منها الفاعل جملة في صيغة الأمر مبدوءة بفعل ومحذوف منها الفاعل واضح لحد دلوقتي اه تمام طيب. طيب لما اجي في بقى عايز اقول لك ما تعملش كذا بحط الفيرب عادي بعد ما بقى في صيغه الامر بحط الفعل ما بين النو والبا فبدل ما اقول تيرن هقول لك نو با بدل ما اقول تورنو نو با او نو تورني با واضح كده تمام تمام يبقى انا هنا دلوقتي عرفت ازاي احط الفيرب في صيغه الامر واعمل جمله بصيغه امريه طيب عندي فيرب الير لما اجي اقول لك اذهب هقول لك فا لما اجي اقول لنذهب يعني بقترح ان احنا نذهب هقول الله لما اجي اقول اذهبوا او بحترم حد واقول له حضرتك اذهب هقول الله واضح كده تمام يا تمام طيب عندي فيرب بروندر بروندر ده مجموعه كام بوندر مجموعه ثالثه ولا ثانيه برافو لا تالتة برافو لما اجي اقول لك خذ القطار او اركب القطار هقول لك بون لما اجي اقول لناخذ القطار او لنركب القطار بون نو اقتراح لما اجي اقول خذوا او حضرتك خذ القطار بون ني طيب النفي نو بون نو برونو با نو بروني با طيب في حاجه تاني مهمه احنا اتفقنا دلوقتي ان الجمله الامريه بتبدا بفعل والفاعل محذوف طيب لو جيت اول الجمله اسم وبعده آه كومه كده من تحت هعمل ايه كده انا بوجه كلامي للاسم ده لو الاسم ده مفرد فانا هصرف الفيرب بتاعي مع الضمير تو لو الاسم ده جمع او احترام مدام يعني او مسيو فانا هصرف في الفيرب بتاعي مع الضمير فو تمام ومستحيل يجي لي اسم يعني الا لو هي الجمله واضحه ان انا هقترح اقتراح وصرفها مع النو الا لو هو واضح ان انا بس انا كده يعني انا بوجه كلامي للاسم ده فنادر خالص يعني شبه مستحيل ان انا لما يجيلي لي اسم هصرف يعني اسم مثلا علي وكما وبعدين هكتب الجمله مستحيل ان انا اصرف الفعل مع الضمير إنه لا هو اما هيتصرف مع تو لو كان الاسم ده مفرد او هيتصرف مع الفو لو كان الاسم ده جمع او للاحترام هنشوف دلوقتي في الحل هيتحل ازاي طيب عندي استخدامات صيغه الامر اتفقنا اللي هو نصيحه او طلب شيء ما طيب النفي بقى احنا لما بننفي هو النهي عن شيء ما يعني انا لما اقول لك ما تعملش كذا نوتيرن با ما تلفش نو نو فا با ما ت... ما تذهبشي. نو برون با ما تاخدش ده كده النهي يعني انا بنهيك ان انت تعمل حاجه عارف ايه الفرق بين النفي والنهي النفي أنا اللي بنفي لكن النهي حد هو اللي بيقول لي ما, ما تعملش حاجة برافو ممتاز النهي هي صيغه امريه بس من منفيه فاهم يعني صيغه امريه منفيه فبقت نهي بنهيك ان انت تعمل حاجه برافو ممتاز طيب نشوف الملاحظات اللي عندي ياتي الفعل في صيغه الامر بعد الاسم المنادى اي الاسم المتبوع بفصله او علامه تعجب زي ما لسه بنقول عندي مثلا منى بعدها فاصلة فانا عايزه اوجه كلامي لمين للاسم اللي قبل الفصله دي اللي هي منى منى دي مفرد ولا جمع منى مفرد يبقى صرف الفيرب مع الضمير تو فهيبقى ᄋ ، ᄋ لا آجوش يعني خذي الشارع الأول على الشمال طيب لو أنا بكلم مدام وبعدين جه كوما أو علامة تعجب فأنا كده بوجه كلامي ليها مدام ده احترام فأقول هصرف الفيرب مع الضمير هو. طيب هنا هو عايزها في صيغة النهي هقول نوتورنيبا أدغوات يعني ما تلفيش على اليمين طيب تستخدم صيغة الأمر مع الضمير تو عند التحدث مع شخص, مع شخص مع شخص نعرفه جيدا في نفس المرحلة العمرية تمام تستخدم صيغة الأمر مع الضمير فو عند التحدث مع شخص لا نعرفه أو شخص أكبر سنا وذلك لإظهار الاحترام يعني بحترمه فصرف الفيرب معايا لما أجي أكلمه أستخدم الضمير فو تستخدم صيغة الأمر مع الضمير نو عند إبداء فكرة أو اقتراح بقترح اقتراح أو فكرة أو بعرض فكرة نعملها نعملها مع بعض مش بقول لك أنت أو بقول لك أنت أو بقول لكم أنتوا اعملوا حاجة لا أنا بقترح نعمل الحاجة دي مع بعض يعني أنا معاكم مع اللي هيعمل الحاجة دي طيب يلا نحل activity أم uh. ici la réponse la première droite. la première roue à droite et bon, <'un> numéro 2 toute droite, oui, tourne à gauche. <t un> <t un> okay. هو كانت ما هو في هنا فاو قال لي وقال له كان المفروض فا ليه ب بس ركز كويس في الكلام اللي مكتوب وانت هتعرف احنا هنختار اي واحدة فيهم مع ان فعلا في اتنين ينفعوا ماشي لحظة تو دو اه عشان مم. الفعل؟ انه فعل؟ اللي هو تورن ممتاز ممتاز إيه. هتبقى بحب الطلبه اللي بتبقى مركزه كده ممتاز ما شاء الله عليك هتكون ايه, إيه بقى؟ إيه لحظه مم. مم. مش هي هنا متصرفه مع ايوه كده ايوه كده بالظبط هو ده التفكير الصح هي, هي مع متصرفه ل... مع ايه فاحنا هنصرفها مع ايه؟ هي هنا متصرفة مع مع تو صح؟ أيوة برافو ممتاز يبقى <applause> فا اللي هي بي إكسلونس ممتاز يا أحمد ممتاز تبقى فا اللي هي بي مش أه لأن إحنا حذفنا الإس تمام <applause> أه... وبعدين لبوم <applause> هتبقى <applause> آه ترافيس <تبقى تلفز> و... <applause> هو احنا كنا احنا بنحذف الاس عامة حتى لو هي يعني لا مش حتى لو هي هي لو مجموعه اولى بس ومع الضمير تو اه لكن العادي ما فيش حاجه ايوه ما حاجه آه ماشي هتبقى ترافيسون انا آه هي اول واحده مش هتنفع تاني واحده مش هتنفع هي هتبقى اخر واحده ترافيسون قول تاني كده اخر واحده اه أو... ليه اخر واحده اصل هو ترافيرسي اول واحده امم أه... او اول واحده دي فيها اس يعني مش هينفع الت... تمام برابوه. ماشي الثاني المصدر التالت اللي جاي مع الافكت اس والالفيك اس برافو مش هينفع مش هينفع غير الترافيرسو بس اكس ممتاز يا احمد طيب كاتر إيه بيير إيه بيير يبقى انا بكلم مين بوجه الكلام لبيير اه تمام يبقى تبقى جو. مش... مش اول واحدة هي تاني هي تبقى تاني واحدة اكس جو أفك تون فرير العب مع اخوك طيب اللي بعده سانك مسيو ادوغوات تورني اللي هي اخر واحده اكسلونس ممتاز تورني طيب اتا بلس إيه. هو بيقول هو بيقول له يعني ان هو يروح اه لا لحظه هتبقى أن... انه صح يسألون. ايه خالص اصل هو جايب لي آه. ما هي انا ما شرحت بقى. لك شيء صفات الملكيه بس لانها قديمه هل انت فاكرها انا اعرفها بس هي دي تا بلس يعني ان هو مكانك ده. ايوه ما انا قصدي يعني ان هو فا ما هي هم؟ هتبقى فا يعني أيوة فا ليه بقى فا ما هو انا يعني افتكرت ان هو بيقترح ان هو نروح لو اقترح عمره ما هيجيب الاقتراح عمره ما هيقولك أطا بلس يعني هيقولك لنز... لنذهب إلى مكانك أنت طب ازاي طيب إلى مكان أماكننا بتاعتنا كلنا اللي هو نو بلس إن أو إس تمام؟ اه تمام طيب لا بروميير أجوش لا بروميير أجوش هتبقى هي أول واحدة مش هتنفع ولا تاني واحدة هتنفع بوند لازم يبقى فيها إس. وهتبقى دي أظن إكس لون سونتيز بون بوني برضه طيب ويت موا لي سيزو سيل تو بلاي هتبقى آخر واحدة برضه بس إيه؟ يا أحسن سيل تو بريم آه ما أنا بقول هتبقى uh... كده المفروض للاحترام فهتتصرف مع الفو سيل تو بلاي سيل تو بلاي مش سيل فو بلاي سيل تو بلاي اه اه هتبقى بس اللي هي بي دي بي 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 دي ايوه بي برافو طيب بص اوري لك حاجه عندي هنا دلوقتي بس اعتقد هو ما فهي مش عليك لا اعتقد هي مش عليك هي الفكره كلها انت عارف الفيرب ضميرين زي ساب اللاير سوبرومونير عارف الفيرب ده اه تمام طيب. عارف انا لما اجي اقول لك عايزه اقول لك تنزه الفيرب اه اسمه سوبرومونير فلما اقول لك تنزه عايزه اصرف السو السوبرومونير بعمل ايه لو عايز اصرفه مع الضمير تو هتبقى تو برومين صح كده اه تمام بنعكس بقى بنجيب الفيرب الاول وبعدين الضمير المفعول بعد ونحط ما بينهم شرطه زي كده زي كده تمام وعندي الضمير تو اللي هو ضمير المفعول بيتحول لتوا واضح كده تمام مش عليك مدام ما دام ما يبقى هي مش عليك مش هتاخدها السنه دي يلا نكمل اه ماشي اه نقط ادي جو فيديو اه ماشي اه هو بيقترح برضه ولا ايه دي انت هتعرفها لوحدك ماشي جو بص انت تستبعد ما انا استبعد اهو يقول اتنين مش هتنفع تمام اه نجوي ماشي جوان

et prenez... Ah, t'es pas... Euh, euh... Si. Achem prenez. Bravo. Achem et Achem prenez. Bonne, bravo. Très bien. Bravo, merci. Avec les voisins à la cour... À la course. Un petit Le... Ah. ما ايا اخر هي سي اظن برضو بس كده هي الوحيده اللي صح هي الوحيده اللي تصرفها ينفع طيب دوز نو ست ليسون سيل سيل تبقى اخر واحده اكسيبليك اكسبليكي لا. برافو اشرح لنا احنا نحن ساتليسون برافو اكسبليكي اشرح لنا احنا اش... الدرس من فضلك طيب اجوش بوي الي تو دوغوات اجيش بي الي تو دوغوات إيه هتبقى لحظة إيه ب B, tourner à gauche, y aller, x lance, Même. Activité do mais ces phrases à la deuxième personne, double oriel, double oriel dans l'impératif, comme dans l'exemple. Yanni, à la deuxième personne, أيوة يعني كأنها أكتر من شخص يعني هي مع المفرد وانت هتحولها للجمع تمام؟ تمام في صيغة الأمر أو إمبراتيف هو يعني اللي هو نوفو ولا يعني زي نوفو كده ولا لا مش نوفو هو يعني مثلا في الأولانية عملها في تي صح؟ فت فيه الاكسرسيز بقت فت الاكسرسيز اللي هو تصريف تصريف فعل فو صح؟ ايوه مش فعل تصريف مع الضمير فو. قصدي ضمير فو ايوه ايوه بالظبط كده ما هو بيقول على دوزيام بيرسون دوبل غير يعني مع اكت يعني مع شخصين فشخصين ده اللي هو في الجمع يلا نمرو ان برون لو ليفر هتكون

لحظة ما أمسح بس دي كده تمام أيوة اه المفروض بيقول لي فاس مش فا دي اللي هو فعل صح إكس لونز فهتبقى اللي كده صح إكس لونس الله ايه بقى ايه اللي هتبقى تودر صح لا تودر ايوه تودر أيوة. آه. ما ايه؟ هتبقى تو يعني اللي تودر زي ما يعني تودر زي ما هي صح تمام والله ترافيرس انت ترافيرس لا بلاس et à traverser traverser la place bravo ne parle pas à haute voix mais tecklimes sur le ne parle pas à haute voix ne parle pas à haute voix bravo ne fume pas madame teckanchi ne fumer Excellence. Bravo. Écoute l'OCD. Écoutez l'OCD. Le CD. Bravo. Passe-moi le livre. Marie-Li. Elle qu'est-ce que tu as? Elle quest Passe-moi le livre. Marie-Li, qui est que tu as? Excellence, mon thèse, elle est en magmatique.

آه، ماشي هتبقى أنا فكرت سيلف يعني نفسك يعني لا 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 يعني كل في مطعم المدرسه اللي هو ما عندناش احنا عارف ازاي أيوه أيوه عارف عارف ايوه هو تقريبا نظام اوروبي يعني قليل قوي لما تلاقي في مدرسه عندنا في نظام ده بيبقى عمل كده ناشونال او حتى انترناشونال اه بيبقى في الدخل يا زوم ايوه manger au self. Bravo, manger au self. Tourne vite à gauche. Tournez vite à gauche. Excellence. Bravo, activité de roi, mais les phrases suivantes à l'impératif. Dans le gomel, il y a un fissure de l'ambre. Yallah. Je vais vous dire que vous avez هتبقى نو ألون نو سيلف هتبقى أطلع... احنا في الرابع ولا في الثالث تالت ماشي هتبقى هنصرفها عادي مع النو يعني هتبقى الون اون سيلف تبقى ايه ألانه... الون الون سيلف الون او سيلف برافو vous faites du tennis فات دو تينيس Bravo. Vous euh, visitez, euh, le euh, visitez le musée égyptien? Visitez le musée égyptien. Tu traverses le pont? Euh, tu traverse sur le pont. Excellent. Nous surfons sur Internet. Nous euh, surfons sur Internet. Excellent. خلي بالك ان انت في الاخر بتحط نقطة او علامة تعجب والاحسن ان انت تحط علامة تعجب تمام طمع. تمام تمام اه فوز نكوتي بيان لي كونساي هتبقى هتبقى يكتب بيان لي كونساي excellence to participe à la course

X eh, lance bravo. En chier, Vous allez au cirque? Cirque, as-di? En apostrophe, allez pas. Ou cirque. En haute en apostrophe. X lance bravo. Non, allez pas, ou cirque. Tu parles à tes camarades en classe. Et à tes parents? Eh uh, bah, à tes... camarades en classe, à uh, la nuit de l'Été. Excellence... vous prenez le toit fou. Uh, vous prenez le toit fou. un et à te ne prenez pas le toit fou. un uh, feu. même. tout chante à la fête. Et type, uh, ne chante pas à la fête à basan chez les sourds. X vous jouez à des euh, jeux vidéo. Euh, vous jouez à des jeux uh, vidéo ne jouez pas à des jeux vidéo. X tu passes devant la poste. euh attende uh, ne passe ايه بقى devant le poste نشيل الاس برده اكسون و traverser le pont انا uh, ما no traversé pas le le pont طيب خلينا نعرف ازاي نعمل عدد عدد ترتيب يعني نكون صفه ترتيبيه يعني اقول لك الاول الثاني الثالث الرابع وهكذا عندي العدد الأساسي بتاعنا احنا عارفين الأرقام 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 11, 12 13, 14 15, 16 17, 18 19, 20 تمام لما اجي اعمل عدد ترتيبي من العدد 1 اللي هو رقم 1 بعمل ايه عند اضافة عند تحويل العدد الأصلي إلى العدد الترتيبي يتم إضافة المقطع إي إم أكسون غراف أو أكسون غراف إم أو يبقى لما أجي أحول عدد من شكله العادي لعدد ترتيبي ونضيف الحروف أو المقطع إي إم أكسون غراف إي أو أكسون غراف إم أو طيب بالنسبه لرقم واحد آه ا ده ليه دا آه اسم لوحده ليه كلمه لوحده ما بيمشيش تحت القاعده دفلوش المقطع ده لا بيتحول من ا آه لبغميير ده لو كان مذكر لو كان مؤنث بغميير بنحط اكسون على الاو وبعدين نضيف او في الاخر بعد الاخر تمام كده آه. تمام تمام يبقى ا هتكون كومبيير او كومبيير طيب دو هنحط المقطع اي أو اكسون ام او تبقى بندو تبقى دوزيام تروا تروازيام كات كاتريام سانك سانكيام سيزيام ستيام ويتيام نوفيام ديزيام اونزيام دوزيام تريزيام كاتورزيام خمس يام، سيس يام، ديس ست يام، واضح كده؟ تمام تمام، طيب، عندي تاني ملاحظة بتقول إذا انتهى العدد بحرف الـ تحذف الـ O ويضاف المقطع E-O-M-O يعني لما يكون العدد منتهي او بنحذفها ونضيف المقطع ده زي مثلا كاتر هنحذف الاو من النهايه وهتبقى يم. طيب العدد ا قلنا اللي هو بيتحول الى برومير الاول في المذكر او برومير ونضيف اكسون وحرف الاو في النهايه لو كان مؤنث الاولى ما عدا في الأعداد المركبة يعني إيه ما عدا في الأعداد المركبة يعني مثلا لما أجي أقول واحد وعشرين ذا إيه فما بقولش ذا إيه بروميير لا مفيش الكلام ده ذا إيه أن يعني هو العدد الأولي من الرقم واحد بيكون بوميير أو بوميير سواء كان مذكر أو مؤنث المهم إن هو بروميير طيب لما أجي أعمل عدد ترتيب للواحد وعشرين بقول ذا إيه أن يام مش بقول 20 واضح؟ بس هينفع تاني؟ طيب بص عندي العدد أ آه. الرقم أ آه. ده معنى واحد صح كده؟ لما اجي اقول عدد ترتيبي منه لما اجيب الصفه الترتيبية منه يعني لما اجي اقول الأول الثاني الثالث عايزة اجيب الصفة دي من العدد واحد هيكون بروميير ده للمذكر اه دي فهمنا انا قصدي اللي هي او احنا كنا وصلنا هكمل عليها حاضر هكمل عليها ودي للمؤنث طيب احنا متفقين ان العدد ا هو اللي ليه صفه ترتيبيه ليه خاصه بيه لكن باقي الاعداد بنضيف المقطع اي او ام او صح كده اه تمام لما اجي اقول العدد 21 21 فا واحد وعشرين بتتكتب فا ايه اه إيه عارف بتتكتب ازاي بتتكتب كده طمع. ايه تمام 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 بتتكتب فا ايه آ. كده فانا لما اجي اقول 21 وعايزه اجيب بقى الصفه الترتيبيه من العدد 21 مش أقول فا هقول فا اي لا هقول فا اي واضح وين الاكسون واضح كده فا اي تقول ايه يا احمد فا ايوه وكذلك يعني أضيف المقطع إي أو إم أو للرقم أ وكذلك برضه في الـ في الـ في الدوزيام والتروزيام وكده يعني 23 و 22 اه هو كده كده أنا في الاتنين بص يا أحمد هي يعني الفكرة كلها إن أنا العدد واحد عندي بقوله آه وال... والعدد الترتيبي منه بغمير فانا لما اجي اقول لكن باقي الاعداد بضيف المقطع ده عادي فانا المشكله دلوقتي انا بقول بقى لما اجي اقول 21 هقول فا ايه بغمير يعني 21 واحد, وعشر... واحد يعني الاول والعشرين ولا هقول فا ايه انيام يعني هنضيف المقطع ده للرقم ا آه. فاحنا بنضيف المقطع ما بنحطش بغمير واضح كده ولا أوضحها تاني لا لا تمام تمام فانا لما اجي اقول واحد وعشرين اقول ذا ايه يام طيب تستخدم دوزيام كعدد ترتيب تستخدم دوزيام كعدد ترتيبي في سلسلة بها أكتر من اتنين يعني أنا عندي سلسلة فيها أول وتاني وتالت ورابع وخامس وهكذا يعني أكتر من اتنين يعني فيها أول وتاني وتالت ما دام فيها تالت يبقى هقول دوزيام على التاني طيب لو هي سلسلة فيها رقمين اتنين بس أول وتاني فأقول بغمير وسيكون وتاني مش هقول بقى دوزيام فهمت قصدي؟ اه تمام يعني لو في سلسلة فيها أكتر من اتنين أول وتاني وتالت فهقول على التاني دوزيام لو هي فيها رقمين اتنين بس أول وتاني هقول على التاني سيكون تمام؟ تمام يعني مثلا زي اللي عندي بيقول ألاشيت أم بيلي سيكون جلاس تمام؟ طبعي. بالنسبة للعدد سانك يضاف إليه الحرف إ ثم المقطع مقطع العدد الترتيبي بقى اللي هو إي أو إم أو يعني سانك ونضيف حرف الإ وبعدين نضيف المقطع بقى سانك يم طيب بالنسبة لعدد نف تحول الـ إف إلى في ثم يضاف المقطع زي هتكون بدل نف هتبقى نف يم طيب الصفات العددية 11 يم ويتيام تصبق بلا او لو وليس الا ابوستروف يعني ما بنحط لهش الا ابوستروف علشان هي مبدأ متحرك لا هي صفه عدد ترتيبي فتصبق بلا او لو تمام زي لا ويتيام سابل ماريو دي ده على حسب ايه بقى يعني لما انا لما اجي اقول الاول هقول له قميار. الأولى لا بروميير الثاني لو الثانية لا وهكذا فأنا لما أجي أقول الحادي عشر هقول مش هقول إلا أبصرف لون زيام لا هقول لون زيام لو هي مؤنث لون زيام لو هي مذكرة واضح كده؟ اه تمام يعني مفيش فيش الا ابوستروف حتى لو ايوه بالظبط كده وتصبغ ب ا ولا او, أو وليس ا آه الا أبوستروف يعني في الاول او في الحادي عشر او في الثامن عشر وتيم سوري الثامن بس واضح يعني برضو لما يجي قبلها حرف جر مش هقول ا آه الا أبوستروف لا هتبقى لو مذكره تبقى او لو مؤنثه تبقى ا آه واضح كده تمام. تمام طيب بالنسبة للعدد الأخير في التسلسل آخر عدد مش أنا بقول الأول بوميير الأخير دورنيير أو دورنيير لو كان مذكر نورنيير ودورنيير لو كان مؤنث الأخير أو الأخيرة زي أماني إيه لو دورنيير دون لا كور أماني هي الأخيرة في الكورس تمام؟ تمام تمام طيب يمكن السؤال عن خط السير باحدى الطرق التاليه كومو الير ا كيف تذهب الى واسم مكان سيلفو بلي من فضلك كومو الير اوزو بلي كيف اذهب الى الحديقه من فضلك طيب بور الير ا لكي تذهب الى مكان يبقى بورا الير ا كيف اذهب الى واسم مكان زي اكزامبل بغليو زو كيف اذهب الى الحديقه الحيوان سيلفو بلي من فضلك يلا نحل اكتيفيتي اش سي لا بو ريبونس شارلوت اريف جوست ابري لا دوزيام الي يعني هي قبل دوزيام ابري بعد يعني بعدها ابري قبل يعني هي يعني قبل ال التلت... 12 صح لا دي دي مش دوزيام ال 12 اه الثاني صح ايوه ال 12 دو... اه زدت طيors. Tamam. طيors. Yeah. Pas... Bah. Uh, la première. Excellent. La première. Tout le monde, tous les devant <laughs> Les la, la dernière. La dernière. x C'est la Maxime arrive avant tout tous les cours euh, le courir il est le premier X joli je lis ce livre pour ce livre pour euh, je lis ce livre il y est... a né بير ترافو هتبقى بير بل... لاس لا كاتريام سر... لا طب ليه مش لوبومير لوبومير اه كنت عايز اقول لوبومير والله ايه بير في... لوبومير ف... اللي هتبقى لوبومير ومش لكاتريام علشان الليف مذكر مش مؤنث اه تمام طيب, طيب. Le septembre, c'est son anniversaire. Le septembre, le trente okay, uh, <inaudible> Le septembre, c'est son anniversaire. Le trente-cinq, c'est son anniversaire.

ا هم ده زمنه توسم سيسون انا بس ايه مش عارف ايه هيكون رقم ترتيبي ايه ارجوا هيكون عدد عادي اه هي اما تكون جون سانك او دو يعني هنستبعد الرقم الترتيبي هيكون ايه بقى جون سانك ولا دو مش هيبقى ما فيش طاقم سانك هي هتبقى دو <applause> بالظبط كده اصل انا اليوم... لقيت اصل انا لقيت دوزام وتوزام دي شبه بعض فقلت اكيد هم ايوه سنة. ايوه ما فيش حاجه اسمها 35 يعني اليا غارسون دون لا دون لا كلاس ده برضو هتبقى انغاس هتبقى سيز 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 اكسونس في آه سيس ده يعني ايه؟ عندك ست يا شيف ست يعني سيس؟ أمال سيس يعني ايه؟ سيس قصدي يعني ايه؟ اه سيز يعني ستاشر ايوه كده طيب مارك اغيف تو جو uh, مارك لحظة uh, مارك أريف تو جو

ما بيتحطلوش عدد ترتيبي، صفة ترتيبية يعني. طيب، نو أبيتون نو أبيتون أو إيتاج، ساكنين فين؟ نو أبيتون إيتاج، لو إيتام، لو إيتام. ازاي بالله عليك ازاي يعني عملتها ازاي دي دي أول واحدة مستبعدة يعني دي أول واحدة نستبعد. يعني <applause> مش إيتاج دي يعني دور صح؟ أيوة طابق أو دور طب ماشي <applause> نو أبيتون أو أو آه عشان لا هو كده عشان في أو ومكتوب آه زي لا ازاي يجي أو لا ما ينفعش

فهي يا كانت ايه يا كانت اه يا كانت دي فهي دي اظن طيب ليه مش اه بقى؟ اه, آه لا بريميير آه لحظة مم. آه او بريميير مش فاكر الصراحة عشان بوميير دي مؤنثة فيها أقسام او بجد هي لا

يعني لاحظ مواقع اللعيبة دون لابوس في السباق افيكم دون اكزامبل واعمل زي المثال الاكزامبل بيقول شارلوت اي لا بروميير فين شارلوت عندي لوسي وعندي ماكسيم وعندي ميشيل وشارلوت هو الاول وانريج انريج انريج المهم ونعيمة إنك غريب ده نعيمة <applause> فعلا بس غريب جدا يلا هنحل شارلوت ايه لا تمام شارلوت <applause> هي الاولى طيب ماكسيم ماكسيم ايه لسيزام

مش هينفع نقول بقى سيكوند لأن هي فيها كذا حاجة فهتبقى إلى دوزيم. دوزيام إكس لونز <متحن> دوزيام إنكريد؟ م... يعني هي إيه إنغريد ما ينفعش م... 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 ننطق الجين الجيش جي <hesitation> إنكريد دي اللي متعودين عليه أيوة كده إيه ده تبقى هو ده ولد ولا بنت ده ولا ولا مش فاهم والله إحنا <متحن> هنكتشف من الصورة ده دي بنت يعني بنت طب عاملين فيها كده لإيه انجريد دي يا جماعه إيه انجريد ايه لا إيه هتبقى ايه لا 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 كاتريام تمام برافو طيب تقريبا كده احنا خلصنا عايزين بس ناخد شويه كوميونيكير عشان نعرف نحل السيتويشن حلو

Pour demander une activité. Le souhait, un autre même. Qu'est-ce qu'on fait à la patinoire Mais vous avez vu qu'on a fait patinoire. On fait de bâton à glace. Le mérite, c'est pour ça que vous avez vu le galit. Pour demander le lieu d'une activité. سؤال عن مكان ممارسة نشاط ليو دو آه. او فا بور أين تذهب من أجل فير دي سبورت ممارسة الرياضة جو في أو أذهب إلى النادي طيب حابب نقرا ال انا شايفه ان انت اللي تقرا ال صفحه وتلاتين. تقراها وتشوف الاجابات بتاعتها عامله ازاي وهديلك دوفوار بقى المرة دي تمام يا أنا عادي أنا ما عنديش مشكلة طيب يلا أخيرا هناخد دوفوار مية وأربعين دوفوار واحد وأربعين اتنين وأربعين بس ينفع تبقى تبعتيلي بس الأرقام ماشي ثانية واحدة أكتبهم عشان منساش مية وأربعين واحد وأربعين وكمان تلاتة ثانية كده لحد أربعة وأربعين طيب لا استنى كده استنى خلينا نقول من أول صفحة من نص مية اتنين وأربعين يعني أربعين واحد وأربعين مش معانا من نص مية اتنين وأربعين وهتاخد كمان خمسة وأربعين وستة وأربعين كفاية تمام أه هنا بقى عندنا كلمات ما وانت اكتر واحد شاطر ما شاء الله وما بتاخدش كلمات والدنيا رايقه معاك بس خلاص الكتاب اتبعت على على الجروب وخلاص بعد كده في كلمات كل حصه وفي تسميع تمام ماشي تمام تمام الكلمات يلا نوم مسكولا أسماء مذكرة أنترينير خط سير ريبيت أنترينير هو أنا أقول ورا حضرتك؟ مش عايز تقول؟ لا عادي أنتي نارير لحظة Un itinéraire. Excellence. Un plein. Un plein. Un départ. Un départ. Un coureur. Un coureur. Un pont. Un pont. Un, pont. un, bruit. un bruit. Un bruit. Un lieu. Un lieu. Un boulevard. Un boulevard. Un, boulevard. un chemin. Un, un chemin un feu de, euh, signalisation. Et un fou de signal, signalisation. Signalis signalisation un feu de signalisation 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 un passant. un passant. un immeuble un immeuble un porte un porte non, je hein? ne <laughs> ah, <laughs> une course une arrivée, une position, une station de métro, une banque, une université, une catastrophe, une discussion, discussion une avenue, une promenade. Continuer, utiliser. Participer à passer ton père, situer, conseiller, proposer, chercher, tout plaire, dépasser, connaître, venir, indiquer, s'arrêter, se trouver, se promener. Au début, chaque, mais tout droit jusqu'à bon deux, après tout le monde dernier dernière difficile facile là ouvert ouverte passer devant inverser les roues les roules faire attention à même que ça? تمام يا مس تمام يا احمد عندك اي سؤال لا تمام مفيش حاجه تمام يلا اوفر